السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وين المصري خالد غندور وين يثير الجدل بشان حكام الزمالك ونهضه بركان. يعني ما يبغوش يخسروا كاع، على بالكم بها ما يبغوش يخسروا. عندنا العام اللي فات الوداد مركات لهم هدف يعني للاهلي، كملت بارتيا دو ان في القاهره، هذا الاسترالية تالي ربحوا ما سكتوا، شي سهله ما يبغوش يخسروا. عرفت شو دوروها للحكام، قال لك الحكم الحكام الحكم الحكام، يعني قلعوا من الحكومه. هما هادو كيفاش يستعملوا، كيما يديروا كيما يديروا فانك، هما هكا هما ساجين، سبحان الله ساجين في الصوالح يعرفوا كيما يديروا. التوانسه فانك التوانسه فانك كيما هكا يضغطوا يضغطوا على التحكيم، يضغطوا من ضغط ضغط ضغط، ماشي يديروا ضغط كبير في وسائل الاعلام، الاعلام ضغط ايجابي، الناس يديروا ضغط ايجابي، هذو مصاروا يديروا ضغط ايجابي لمصلحه تاع النادي او المنتخب تاعهم. التوانسه شاهدنا واحد العام الترجي يلعب امام الاهلي تاع الروتور، هنا من خسروا 3-0 وغاديك، وهنا ربحوهم 4-0، خسروا 2-0 وهنا ربحوهم 3-0 في النهائي. يعني سيمانه كامله ضغط ضغط ما كاش، جاوا الاهلي خسروا وراحوا. هذه هي متالي نقول لكم كيفاش الناس تخدم. هذو نظروا يديروا ضغط، مصاروا يعرفوا الصوالح يديروا ضغط عليا. وين تحدث خالد الغندور قائد الزمالك المصري السابق عن بعد المباراه التي انهزم فيها الزمالك بهدفين لهدف، المباراه التي جمعت الفريق يعني القلعه البيضاء بنهضه بركان المغربي في نهائي بطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه، يعني ويستعد الزمالك لمواجهه مضيفه نهضة بركان المغربي يعني في مباراة العودة، يعني بعد ما انتهاء مباراة الذهاب بهدفين لهدف لصالح النادي المغربي نهضة بركان في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على ملعب البلدي بركان، على أن يستضيف على استاد القاهرة الدولي إياب يوم 19 ماي القادم. واستناد من استناد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف مهمة ادارة مباراة الحكم الكيني بيتر، فيما قاد التونسي هيثم قيرات غرفة التقنية الفيديو، وهو ما اعترض عليه الزمالك بحجة انه يحمل نفس الجنسية معين الشعباني مدير الفني لنهضة بركان. شاهدنا نورمال، هو ناظر على البيناتي، قال لك البيناتي ونورمالمون يدخل الفار ونورمالمون منه ونورمالمون هما يديروا هذا الصوالح، يضغطوا يضغطوا يعرفوا كيفاش يضغطوا. وقال الغندور في تصريحات خاصه لموقع توقعات المباراه، وانه اذا كان التحكيم عادل فمن ممكن ان يعود، وان كان يجب على الزمالك ان يعود لمصر بتعادل ثمين، لكن المدرب الحكام فعلوا فعلتهم. اش بلي دو بريمير ميطو كانت نهضة بركان، دوزيام ميطو كانت الزمالك، انا تفرجت بارتيا مش عليكم نهائي تفرجتها، سبحان الله شاندي انا تفرجت، انا شت ميطو ميطو شت ميطو نهضة بركان، بريمير ميطو كانت تاع نهضة بركان وكان قادر يسجل يصل حتى 3 اهداف لولا الحارس اللي خرجت تاع براسها فما اللاعب ما عرفش هذاك كي يسموه هذاك الناف تاعهم، ما عرفش كيفاش يضربها، كضربها النهارده خلاها طلعت وضربها ديريكت الكارديا خرجها، الهدف الثالث كان يتمركها فماك. لكن الشوط الثاني مباشرة شاهدنا تسجيل هدف، يعني في بداية الشوط الثاني تسجيل هدف، الزمالك سجلوا هدف يعني وحكموا تحكموا في زمام المباراة، يعني تحكموا في زمام المباراة. عندنا دوزيام ميطون وين تراجع مستوى تاع نهضة بركان خاصة في الميليو تيرا، خاصة التغييرات يعني ما جابوش نتيجة، شاهدنا التباعد ما بين الخطوط الثلاثة، يعني خاصة ديك الفامينيت التالية وين الزمالك يعني وين ضغط عليا. وأضاف خالد غندور إذ لم يتم يعني تم احتساب ركلة جزاء غير مستحقة لصالح نهضة، وين تم احتساب ركلة جزاء لنهضة بركان غير مستحقة، أو دي كانت مستحقة يعني، أو إشارات بطاقة حمراء غير مستحقة في وجه أي من لاعبي الزمالك، إذ لم يؤيد التحكيم الفريق نهضة بركان
وإذ كان التحكيم عادل بالنظر إلى المستوى نهضة البركان وبالرغم من غيابات الزمالك، فأنا أجد أن الزمالك يتفوق على نهضة البركان، لكن حصل العكس. وقال كذلك: أنصح المدرب الزمالك بعدم اللعب بطريقة متهورة خارج أرضية، وكنت أنصح المدرب يعني وأنا يلعب بثنائي وسط دفاع بحيث يشارك نبيل عماد يعني ومحمد شحاتة أن يزيد يعني أو يزيد كمال، وإن يحتفظ بأحمد حمدي للشوط الثاني فذلك الأخير سيكون له دور أكبر بكثير من مباراة إياب بالقاهرة. وعن تقييمي لمجلس إدارة الزمالك برئاسة حسن لبيب قال خالد غندور: لا أستطيع تقييمه الآن بعد 4 أو 5 أشهر من تولي المهمة، تولي إدارة النادي ووجد العديد من المشاكل، بداية بأزمة التقييد التي تم حلها بواسطتهم، ثم عادت تلك الأزمة من جديد بقضية أخرى لديها الملايين من الأموال مستحقات لاعبين حاليين وقدامى، إضافة لملف اللعب ألعاب الصالات، أرى أنهم يقومون بدورهم وألتمس لهذا العذر وسط كم كذلك المشاكل والأزمات المادية الخاصة في النادي. يعني شوف المسار ويلعبوا هذا الاخر يلعبوا يديروا ضغط هما يلعبوا بالضغط، ضغط يعني يكون يعني شو بير مالو محرز وين قال لك باللي الحاكم ظلم نهضة ظلم الزمالك في ضربة جزاء، يعني أصلا ضربة جزاء أنا عرفت أنا هدف شرعي هذه هي. الهدف الجزائري اللي يبقى الأمل في القاهرة، يعني الهدف اللي سجله اللاعب تاع الزمالك يعني ويبقى قائم. هذه يا خويا صعيبة صعيبة ماشي سهلة خويا، ماشي سهلة صعيبة. الروتور غادي يكون صعيب، مصاروا القارع لهم يديروا كلش. مصاروا القارع لهم يديروا كلش يعني الضغط، شوف الضغط تاعهم كي بدا، شوف الضغط تاعهم كي بدا، يدخلوك في دوامة على بالك. الضغط تاعهم دايما يكون سلبي على الأدفيرسير، يكون إيجابي على تاعهم، يعني بزاف غلط. نقول لك اللي بزاف غلط نو ماشي سهل اخويا. هذا الهضره ما نقاش نحضروا فيها حنايا، غير سهل بزاف.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم نكونوا بجديد، واللي يمشي ابوني معنا، وما تنساوش تشغيل الجرس.